السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد في قناتي لمسة الذوقية مع توريا. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي تمام الصحة والعافية إن شاء الله. اليوم الوصفة ديالنا عبارة عن كيك الطبقات اللي كيجي رائع، الطبقات اللي هي متميزة وبمذاق متميز. نتمنى أن الوصفة ديال اليوم تنال إعجابكم. إلا عجبتكم الوصفة كيف ديما ما تنسوش ديروا لي لايك للفيديو، توصلوه لعدد كبير من اللايكات، تبارطاجيوه مع العائلة والأصدقاء ديالكم في مواقع التواصل الاجتماعي. وإذا كنتم أول مرة تزوروا القناة ديالي فما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش توصلوا بجديد الوصفات. ندوزوا للمقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للمقادير ديال الطبقة الأولى اللي هي الطبقة ديال الكيك، عندي هنايا عندي جوج بيضات، عندي الزيت، عندي الحليب، عندي السكر، عندي الدقيق، عندي الكاكاو، عندي ساشي ديال الخميره ديال الحلوه البيكنج باودر. انا غنخدم وفي نفس الوقت غنعطيكم العبار، لانني اليوم غنعبر غير بالملعقه كي قلت لكم. فانا عندي هنايا جوج بيضات، انا غادي نخدم غير بالطراب اليدوي. غادي نضيف عليهم واحد الرشه ديال الملح، غادي نضيف عليهم سكر سنيده اولا سكر حبيبات. غتعبروا باي ملعقه عندكم، غير تكون كبيره شويه ما تكونش صغيره. انا عندي هذه شويه صغيره فغنعبر بهاد الملعقه، هذه هي بحال مغرفه ولكن صغيره. غادي ندير 6 ديال الملعقات ديال السكر، الملاعق ما يكونوش كبارين عامرين بزاف. 3 4 5 و6 ما غاديش نعمرها، لان الطبقه الثانيه غتكون حلوه والطبقه الثالثه غتكون حلوه، فلهذا نحاولوا نقصوا شويه من السكر. نخلط هذا البيض مع السكر. نضيف الزيت، غادي نضيف هنا درت 6 ديال السكر، غادي نضيف 4 ديال المعلقات ديال الزيت. غنخلط ونعاود نضيف جوج. نضيف جوج ملاعق واحدة اخرى. صافي، ثم غادي نضيف 8 ديال الملاعق ديال الحليب. 2 3 4 5 6 7 8. نخلطوا شويه، نجيب صفايه باش نضيفوا الدقيق. نضيفوا الدقيق تقريبا غنضيفوا واحد 8 حتى 10 ديال المعالق ديال الدقيق، ممكن اقل او اكثر، ما نعمروش المعالق على حساب واش عمرناهم ولا لا، وعلى حساب الدقيق ديالنا واش تيشرب ولا لا. انا غنضيف شويه بشويه وانا كنحرك. 1 2 3 4 5 6 على بركه هاد نخلط بعدا هاد الكميه. غنضيف عليها معلقه صغيره عامره مزيان ديال الكاكاو، والكاكاو تيبقى على حسب الدرجه ديال الكيك اللي بغيتوه، ديال اللون اللي بغيتوه في الكيك. ممكن ديروه ابيض، ماشي ضروري تستعملوا الكاكاو. وغنضيفو هاد الخماره،
هاد الدقيق مع الكاكاو، ونعاود نشوف شحال خصني ديال الدقيق اللي غنزيد. خلطت هذيك المعالق ديال الدقيق اللي درت الاولين، فانا غادي نزيد. كنت في الاول درت 6 ديال الملاعق ديال الدقيق، غادي نزيد، غنزيد 3 ونخلط. انا الخليط يبان ليا باقي خاصو واحد شويه، فغنضيف ليه واحد الملعقه. اذا فغنكون درت 10 ديال الملاعق، وكما شفتوا رانا ما عمرتهمش بزاف. الملعقه ما تنديرهاش عامره بزاف، شويه، حتى الا حسيت انني عمرت وحده اللي من بعدها تنقص منها شويه. هذا هو الخليط ديالي. انا غنجيب مول اللي غيدخل الفران. عندي هنايا مول ديال الكيك اللي دهنته بالزبده ورشيته بالدقيق. من الاحسن يكون المول اللي كيتحل من الجل. غادي نفرغ فيه هذا الخليط ديال الكيك. ندخل الكيك ديالي كما كتشوفوا، ندخلو للفران اللي يكون بارد. من بعد ما ندخلوش على الفران ما نطولوش عليه، النار اللي تكون هادئه ما نطولوش عليه، لان الكيك ديالنا ما غاديش يتعطل، لان الطبقه عندنا رقيقه ديال الكيك، وما نخليوش لان فيه الشوكولات، فيه الشوكولات غبره، ما نطولوش عليه باش ما ينشفش ويقصح معنا ويتحرق. يعني غير واحد شويه. انا نقول لكم المده اللي خدا ليا من بعد ما طبعا نقول لكم المده اللي خدا معايا باش طاب. ان شاء الله نتلاقاو من بعد ما يوجد الكيك. هذا هو الكيك ديالي بعد ما طاب كي كتشوفوا. انا عندي الفران شويه مايل، كان جاتني هذه البلاصه هذه طالعه شويه اكثر من هذه البلاصه الاخرى، حطيت عليها واحد الصحن. اي تفصيل عندكم تتحطوه فوق منها واحد شويه على ما كتنزل شويه البلاصه باش تقاد لكم. تقريبا دوزت ليا واحد 25 دقيقه حتى نص ساعه في الفران، خليتها بردات واحد شويه. بالنسبه للطبقه الثانيه اللي غنديروا عندنا هنايا 3 ديال العلب ديال الياغورت، عندي انا بنكهه الفاني الا هو اللي متوفر عندي، يعني حلو. الا كان عندكم ياغورت طبيعي بلا سكر ممكن تستعملوه، وتستعملوا تزيدوا عليه 3 ديال المعالق ديال السكر. انا عندي هذا بالسكر، فما غاديش نستعمل السكر، غنستعمل غير هذا السكر بنكهه الفانيلا. غندير وحده وغنستعمل صاشيه ديال الحليب غبره، حليب مجفف. نخلط هذا الياغورت مع الحليب. صافي بعد ما خلطت هذاك الياغورت مع السكر الفانيلا ومع داك الحليب، فغادي نديرو غنفرغو. صراحة انا كيعجبني نخدم بزاف بهاد لاسباتيول، هادي حسن من الملعقة وحسن من اي حاجة، تتخدم لينا مزيان، تتنزل لك الخليط كامل، ما تبقى لك حتى شي حاجه. نحاول انني نسويه كنقادو.
صافي انا غنرجع ندخلو للفران على النار ما تكونش قويه وتكون النار على الوجه ديالو، غير يشد راسو ما يبقاش هكذايا خفيف، يعني غير يشد راسو يتجمع قبل ما يتحمر. غادي نخرجو ونخليه يبرد شويه وندوزو باش نديرو الطبقه الثالثه. هذا هو الكيك ديالي بعد ما خرجته من الفران، كما كتشوفوا راهي شدات راسها شويه، يعني يلا بدات بحال غدات تحمر، وانا نطفي عليه حيدتو، انا غنزلتو خليته يبرد واحد شويه على ما نصايبو الطبقه اللي غنديرو فوق منه. بالنسبه للطبقه الثالثه فانا غنديرها بالليمون، عصير ديال الليمون او المندرين. عندي هنايا مع جوج ديال المعالق كبار ديال السكر سنيده ولا السكر حبيبات، غنضيف عليهم ساشي ديال فلور بنكهه الفاني، نخلط هاد السكر مع الفاني، ونضيف عليه العصير ديال الليمون، هذا عصير ديال الليمون ومصفي. عندي هنايا 250 مللتر ربعة ديال الليمون اولا جوج كيسان بالحجم العادي، ماشي الكيسان ديال العنبه اللي كبار، الحجم العادي اللي كان ديال اتاي. صافي نخلطو غير شي شويه هكذا يذوب السكر، نديرو فوق النار وانا كنخلط تنحرك، ما يعني ما نغفلش عليه، ضروري من التحريك النار اللي تكون متوسطه تقريبا واحد 3 حتى 4 ديال الدقائق، نزولوه وندوزو باش نخويوه فوق من الطبقه الثانيه اللي صايبنا فوق الكيك. بعد ما وصل ليا هذا الخليط ديال الليمون مع السكر والفلون درجه الغليان قرب يغلي، انا طفيت عليه وخليته واحد تقريبا واحد جوج دقائق، وانا تنحركو هكا باش نحاول انني نبردو شي شويه ما يبقاش سخون. دابا غادي نفرغو فوق من الطبقه هذه الثانيه، نحاول نفرغو غير بشويه باش ما طلع ليناش، ما نتسناوش عليه تيبرد بزاف لانه غيبدا تيجمد. صافي هذا هو الكيك ديالنا، انا غادي ندخلو للثلاجة ونخليه يبرد مزيان، يبرد تماما، ونرجعو نتلاقاو باش تشوفوا الشكل النهائي ديالو. وبالنسبه للتزيين فتبقى اختياري، ممكن تزينوا باي حاجه كانت عندكم. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكيكه ديالنا ديال اليوم، بعد ما جمدات هاد الطبقه ديال البرتقال اللي درنا ليها، انا زينتها وحيدت ليها داك السيركل ديال الليمون ديال الكيك، من بعد ما كندوزو السكين مع الجناب باش نتاكدوا بان راه الكيك ديالنا مع الطبقات ما لاصقينش فيه، ندوزو هكذا السكين مع الجناب، نحيدو داك السيركل ديال الكيك. انا زينتها بهذه الطريقه، التزيين تيبقى اختياري، ممكن تقدموها كما هي، كيف ما ممكن تزوقوها باللي كان عندكم، ممكن ديروا الا كانت عندكم لا كريم شونتيي مطلعه ممكن ديروا بها هكا وريضات، ممكن تزوقوها بالشوكولاته، ممكن تزوقوها غير بداك السيجار ديال الشوكولاته اللي كيتباعوا صاشيه كتباع بدرهم فيها جوج، يعني ممكن تزوقوا غير بها. كيف ممكن تقدموها كما هي، انا زينتها هنايا بالشوكولاته، عندي هنايا الشوكولاته اللي صايبتها في هذوك الليمون ديال الشوكولاته ديال ذوب الشوكولاته، كنديروا نذوبوا الشوكولاته وكنديروهم في دوك الليمون. انا عندي الليمون هكذايا صغير، درت فيه هادو لي كحل البيض والغوز وهما باش زينت. بالنسبه لهاد الغوز هادي ان شاء الله في شي فيديو ديال الصابلي، انا غادي ندير معكم فيديو ديال الصابلي ونلونوا فيه الشوكولاته ونوريكم الطريقه باش كنلونها. وبالنسبه لهنايا فعندي داك العقيق ديال هي هكايا، هما عقيقات اللي كيتكالوا ديال الحلوه اللي كنزوقوا بهم الحلوه، عندي فتهما فهما زوقت بهم هكذا في الوسط، انا نقرب لكم باش تشوفوا.
نتمنى ان الكيكه ديال اليوم تكون نالت اعجابكم. الى عجبتكم الوصفه فما تنساوش ديروا لها لايك، تبارطاجيوها مع العائله والاصدقاء، وتشتركوا في القناه الى كنتوا اول مره كتزوروا القناه ديالي. انا غادي نقطع لكم واحد الطريف باش تشوفوا كيفاش كتجي الطبقات ديالها من الداخل. بالنسبه لهذاك التحتاني ديال لومول فهو تيبقى تنخليوه لهذا باش قلت لكم من الاحسن الا كان عندكم لومول اللي كيتحل من الجنب. هذا هو الشكل ديالو، كتجي الطبقه ديال الكيك باللون ديال الشوكولاته، تجي الطبقه ديال داك الياغورت مع الحليب، وطبقه ديال البرتقال. كانت هذه هي الوصفه ديالنا النهار اليوم، نتمنى انها تنال اعجابكم وخليتكم على خير.